يا صباح الخير أو مساء الخير على حسب متى تشوفون هذا الفيديو. طبعا أدري أنكم تتوقعون أن الفيديو هذا كان المفروض يكون ترتيبات المكتب وتغييراتي والديكور، لكن صارت كم شغلة فتأخر الفيديو واضطريت أني أأجله أسبوع زيادة. فحسيت أنه ودي أن أحط فيديو بهالأسبوع ما أقطع عنكم، ويكون مع سلسلة الكوفي تايم اللي سويتها قبل عن الجرافيك ديزاين. أصير أمسك موضوع كل فترة ونتكلم عنه بشكل يعني بسيط وخفيف كذا لطيف، وتعطوني رأيكم بالكومنت. فالفيديو اليوم إن شاء الله راح يكون عن تجهيز العروس، أشياء أنا سويتها ندمت أني سويتها أو نصايح ودي أعطيكم إياها. طبعا أنا مرة ضد أن أنا أسمع كلام واحدة وأمشي عليه، لأن كل بنت تختلف خصوصا في موضوع التجهيز، لأن المهور تختلف، الاحتياجات تختلف، يعني كثير أشياء مرة تختلف. فأنا ما أقدر أني أسمع كلام أحد وأمشي عليه حرفيا وروح أسوي لكم شيء دافي أو شيء بارد مثلي. وخلونا نبدأ نسولف عن تجهيز العرايس والنصايح والأخطاء اللي أنا مرت علي. أخ أموت على القهوة الباردة. المهم نرجع للفيديو. طيب أول شيء أبغى أتكلم عنه أنه لازم تسجلين كل شيء تحتاجينه، لازم كل شيء يكون مسجل. برأيي التسجيل أهم شيء، لأنه مع حوسة الأشياء، يعني تخيلي أنت خلاص داخلة حياة جديدة، فودك أنك تبدين تجهزين كل شيء وتشترين شنطة جديدة، ذهب، تبدين تبغين تعالجين أسنانك، تبغين تسوين ليزر، فكل هذه الأشياء كده تحسينها ملخبطة قدامك. فأفضل حل أنك يا تاخذين ورق وقلم أو تاخذين اكسل شيت. اشوف بنات كثير يستخدمون اكسل شيت، انا بصراحة استخدمت ورقة وقلم. الاكسل شيت ممكن تفيدك في انك تجمعين الارقام بسرعة وتطلعين التوتل وتنقصين وتطرحين، بس صراحة انا فادتني الورقة وقلم لاني احب كذا، احب اكتب. استخدمي اي طريقة انك تسجلين كم عندك، كم تحتاجين، وتبدين تنقصين من المهر او تنقصين من البادجت اللي عندك على حسب احتياجاتك. طبعا كثير بنات يقولون خذوا الستات اونلاين او مدري ايه وعدلي عليها، مره ياخذ وقت. انت امسكي ورقه وقلم في البدايه اول ما تستلمين المهر وشوفي انت ايش عندك، هذه اهم خطوه بنات. انت ايش عندك؟ اذا انت عندك ميك اب خلاص لا تسجلين كل الميك اب، لا تسجلين انك بتشترين ميك اب من البدايه من اول وجديد، مره حرام اسراف وبيخلص البادجت حقك وانت ما شريتي الاشياء الضروريه. فانا بالنسبه لي بصراحه نص الميك اب اللي عندي الحين من بيت اهلي، ف أخذت نص الميك اب، الأشياء اللي حسيتها مرة تالفة أو دمرانة أو استهلكتها رميتها وشريت بدالها بحدود المعقول. ما بالغت، ما أخذت مليون روج مليون مسكرة، لا مسكرة واحدة، كم روج، فرش، شريت فرش جديدة فقط، هذه الأشياء اللي شريتها. لا تتكلفون بالعطور، العطور غالبا جتني هدايا، الهدايا أغلبها كانت عطور، غير أن مع الشبكة نفسها غالبا يحطون عطور. أحس لا تبالغين في العطور لأن ممكن حتى ذوقك يتغير بعد الزواج. فإلى الآن وأنا أشتري عطور جديدة وكذا. بالنسبة لي بعد ما تحددين أنت إيش عندك، ابدأي خذي الأشياء اللي زايدة وتحسين أنك ما راح تستخدمينها وتصدقي فيها، او اذا تلفانه مره ارميها، فخففي اللي موجود عندك عشان تعرفين انت ايش تحتاجين. فبعد ما تتخلصين من الزايد عندك انصحكم بنات اول شيء تسوونه بالمهر انكم تتصدقون من جزء منه، لان الصدقه تبارك لك بكل رزقك حتى لو مهرك قليل. خذي مره جزء بسيط يعني اللي تقدرين عليه، ما اقول لك تصدقي بمبلغ مره كبير، بس خذي جزء بسيط من المهر وتصدقي فيه وانوي انه يكون بركه لرزقك ويبارك لك في كل شغلك وحياتك وكل شيء يعني. فهذه الحركه مره مره حلوه. بعد ما تتصدقين ابدئي الحين حطي ليست بالاشياء اللي تحتاجينها. فمثلا انا كانت الاشياء اللي احتاجها الذهب. انا وانا في بيت اهلي ما كنت صراحه في الجامعه اشتري ذهب وكذا، كنت اشتري اكسسوارات وبراندز وكذا، فاحتجت ذهب، فكانت ميزانيتي اغلبها راحت على الذهب والمجوهرات. غيري لا، عندها ذهب ممكن انها تحتاج علاج، فغيري راحت حطت البادجت حقها في علاج او ليزر او اسنان او اي شيء. انت اكتبي بالضبط ايش تحتاجين، الاهم فالاهم، وبعدها عاد ابدي قسمي على حسب ميزانيتك كم تحتاجين من كل شيء. وهذه الاشياء مره تختلف فما بتكلم عنها، لان كل بنت تحدد ميزانيتها لكل شيء. بعدها استغلي الفرص مثل البلاك فرايداي. بنات ما اقدر اقول لكم قديش مهم انكم تستغلون التخفيضات، صدق والله ما امزح اذا قلت لكم انها ممكن وفرت لي نص
اللي كنت بأدفع في ملابس البيت مثلا والبجايم وهذه الأشياء. أول ما جاء البلاك فرايدي حددت المواقع اللي أبغاها، فيكتوريا سيكرت يسوون تخفيضات، فوغا كلوزت كان عندهم تخفيض 50%، مستوعبين 50% عن كل شيء شريتيه، نمشي عندهم تخفيضات، كثير كثير مواقع تسوي تخفيضات في البلاك فرايدي وبرضو في السايبر موندي. عموما نهاية السنة يكون في تخفيضات مرة كثير، فإذا صادف أنك تجهزين نهاية السنة راح يكون ممتاز مرة لك. طبعا بحط تحت لكم كل موقع استفدت منه أو حبيته بالنسبة للتجهيز، يعني مثلا أنا استفدت من موقع فوغا كلوزت كثير لملابس البيت، مرة فادتني، خاماتها ممتازة، جلست معي مع الغسيل المستمر برضو جلست معي بخامات مرة كويسة. وفي الجانب الثاني شيء مرة ما فادني في ملابس البيت والأشياء اللي أكرفها اللي هو شي إن. بصراحة شي إن حلو، يعني أشياءهم تجي حلوة كويسة على حسب الأسعار، يعني الأسعار اللي موجودة تعطيك هذه الكواليتي، لكن كل ما أغسل القطعة كل ما تصير رديئة أكثر للأسف. فنص القطع تخيلوا أني قاعدة أرميها حاليا ملابس البيت، لأن خلاص غسلتها 3 مرات ما عاد أقدر ألبسها. فتخيلوا أن أنا اللي دفعتها لو أني دافع زيادة عليه في مكان أفضل كان جلست معي أكثر. فدائما تسوقوا بذكاء، أبدا لا تشوفون الرخيص وتقولون أحسن، ممكن تدفعين شوي زيادة وتأخذين شيء يعيش معك أكثر فيكون استثمار لك. فأنصحكم شيئا لا تأخذوا منه كثير ملابس ممكن تكرفونها، خذوا منها ملابس أبو لبستين 3 يعني ماكسيموم، لكن أشياء بيت بجايم خذوا فيكتوريا سيكرت، خذوا منها بجامتين بحكم أنه غالي شوي. فوغا كلوزت عندهم براند اسمه بريتي ليتل ثينكس، هذا البراند ممتاز للبجايم لملابس البيت مرة مرة حلو. نمشي بعد عندهم براند اسمه إيلا، البراند هذا مرة حلو، ملابسهم سواء طلعات أو بجايم كلها حلوة صراحة. فاستغلوا العروض، استغلوا التخفيضات، استغلوا أكواد الخصم، مرة مو عيب إنك تشتري من التخفيضات، بالعكس هذا ذكاء واستغلال للبجت اللي عندك. طبعا بعد ما تاخذين كل هذه الأشياء وقتها تقدرين إنك تروحين للكماليات وتشترين أشياء اللي بخاطرك، براند ما براند، شنطة جديدة، يعني خلي هذه الأشياء مرة آخر شيء، لا تحطينها في البداية لأنك ممكن تتوهقين. حبذا يعني إنك تاخذ من المهر جزء يكون لك للطوارئ، ما تدرين يعني يمكن يوم الزواج تحتاجين ميك اب، تحتاجين شعر، يزيد عليك المبلغ، يكون عندك ادخار للطوارئ لأي شيء. وبس هذا كان كل اللي ببالي أقوله، بصراحة ما حبيت أني أكثر بالموضوع لأني قلت لكم كل بنت يختلف الموضوع عندها، بس كانت نصائح ببالي وأشياء ودي أقولها لكم لأني شفتكم تفاعلتوا يوم تكلمت عن هالموضوع بسناء، فحسيت أنه حلو يكون في فيديو خاص فيه وترجعون لمتى ما بغيتوا. والله يوفقكم ويوفق كل بنت تمر بهالمرحلة، بصراحة مرحلة جدا حلوة، جدا غريبة، جدا تحسين انك داخله حياه جديده، حياه حلوه، والله يوفقكم وتكون اجمل مما تتخيلون. واكيد طبعا هذه اشياء كلها كماليات، ادعوا ربي بالتوفيق والتيسير وان حياتكم تكون يسره وسهله. وبس الين اشوفكم بالفيديو الجاي، مع السلامه.